عندي تيت دكتور تيت تاني وفرع في الغربي ومتلة وكيل الطاولة والوقت وبلعب جان صعب أشتغل في عاد أشتغل أي حد أربع أشتغل عاد أشتغل تبقى في أي فندق تيت أيام عبد الرحيم طالب عبد الرحيم السن 36 سنة شغال على شركة نظافة حميات الوان عبد الرحيم من 3 شهور جايب الميداليات دي بتاعته وراها لنا فقال لنا انا لاعب بلعب تنس وطاولة وسلة احنا ما كناش نعرف ان هو معاه بطولة حلوة كده بصراحة هي الاصابة بتاعته ان هو ما بيسمعش بس احنا ربنا كرمنا بردك ولاد الخير جاب لنا سميعة يعني احنا طالبين شغلنا العبد متثبتة ان هو بيكبر في السن مش بيظهر شغلانه حلوه كده ربنا يبقى مثبته ليه شقه يقعد بتاعته مش طالبه العبد غير كده بصراحه عبده بيلعب رياضه من وهو عنده 13 سنه بدا في مركز شباب شرق ومركز ولعب في مركز شباب غرب ولعب في الانتاج الحربي وسافر الصين 2008 وخد ميدالية أولمبية في التنس الأرضي واخد بطولات جمهورية فضل يلعب لغاية ما بقى عنده 35 سنة وكده خلاص بقى هما رفضوا إن هو يلعب تاني وراجل مخلص جيشه ومعاه المعافاة بتاعته. أنا بدردش مع عبده عشان أعرف تاريخ الميداليات دي وأعرف منه الحاجات دي فكنت بسأله يعني أنت لما كنت بتروح النادي كان حد بيوديك ولا كده؟ قال لك أنا كنت بروح لوحدي. ولما سافرت طبعا ولما سافرت كانت ماما بتودي لنا لحد المطار وهو بيمشي مع البعثة يعني مع وكده ولما يجي تقابله في المطار لكن هو بنى حياته لنفسه يعني هو كان اللي بيروح يتدرب وبيروح النادي لوحده وبيجي وربنا كرمه بالميداليات دي والبطولات دي فالمفروض بقى البلد تقف جنبه يعني الراجل ده معاه 38 ميدالية وشرف مصر فالمفروض يعني ان يعني يتكرم وحد يساعده بشغلانه ثابته يبقى يعني مرتب ثابت او معاش شهري من الحكومه وبس وشقه عشان يتجوز فيها